Focus. Focus. السلام عليكم جميعا. خلصنا التمرين اديهم حلو في الاشياء الاساسيه دمبل بنش كبر هذا ما استخدمتهم هذه المشين فيها كل شيء تقريبا فط ما ادري شنو من نيت ريدميلز وايد تمارين تقدر تسويهم بهالجهاز بعد ما تدش النادي وتتعود عليه بعد فتره وتستخدم الاجهزه وكذي اي مكان اي نادي تدشه تقدر تشوف شنو موجود وتالف لك تمرين من عندك دشيت سويت لي تشست وترايسبس تمرين مكان عجيب تخيل كذي بيتك هذا تيش مني بحيره ما ادري نهر ما ادري يسمونه كريك يمك ما في ناس حوالينك ما ادري اذا فيهم ناس ولا لا لان من امس ما في احد لقيت هذا منو شايف الفيديوهات اللي ناس يركبون صخر على بعض كذي بالنهر ولا باي مكان يخلونهم يتوازنون نفس هذه في وايد ناس كذي بس يروحون انهار ولا اي مكان كذي في صخر ويخلونهم يتوازنون كذي انا قاعد مني حاليا حرفيا قاعد صخره والنهر كذا ما ادري يبين منك بس في تيار اني صوب الثاني بعد طبعا لما نرجع الكويت ما راح يكون فيه هالمناظر فقاعد استمتع بالمكان حاليا بنتقل الحين واتكلم عن الجامعه شويه لو قالوا لي عندك بس نصيحه واحده تعطيها لطالب جامعيته ونبلش رتب وقتك الثانويه وحتى الجامعه بمرحله البكالوريوس الاشياء اللي راح تتعلمها تتعلم الاشياء الاكبر لازم تتعلم تيم وورك تايم مانجمنت اشياء سكيلز راح تشيلهم وتاخذهم باي مكان اشتغلت كمل دراسه راح تاخذ كل هالاشياء وياك وتطبقهم بالمرحله الجايه فاهم شيء عندك ان تنظم وقتك وانا ما كنت اعرف انظم وقتي اول ما بديت الجامعه متى غصبا علي تعلمت ولما تدرس راح تعرف اشياء عن نفسك وشلون توظف هذه الاشياء بطريقه صحيحه راح تعرف نفسك شلون تشتغل بجروب راح تعرف نفسك شلون تحل المشاكل اللي راح تواجهك وعشان تنظم وقتك ما يعني لازم يكون عندك ادوات تستخدمها عشان تتحسن بهذا الشيء مو انه شيء تعلمته وخلاص بمخي والله انظم الوقت كذي عدل وخلاص انتهى الموضوع لا فمني بديت اسوي بلانرز هذا كنت ادوره كنت اشتري دائما هذولا وفيهم الايام فكنت اخذ وقت بيومي الكلاس حزتها كذي بعدها عندي الواجب الفلاني اشوف هل هذا الواجب طويل ولا قصير يبي لي يوم واحد ولا يومين ومن هالناحيه انظم يومي كله وانظم دراستي فالحين الحمد لله تخرجت وما عندي هذه الاشياء اللي لازم اسويها من ناحيه الدراسه لكن عندي الاشياء وفضالي الوقت وطول حياتي خلص الثانويه بعدين استانس خلص الجامعه بعدين استانس فالحمد لله خلصت هالاشياء فالحين ابي استانس شنو وناستي هي الهوايات اللي اشتغل عليها اليوتيوب النادي الكتابه وهالاشياء تقريبا باقي 15 يوم على ما ارد الكويت الكويت تحس ملل شنو عندنا دائما هذه الفكره موجوده اتوقع بالعموم بس عندنا مطاعم بس مجمعات لكن بحاول ان اجرب اشياء اكثر في ايفنتات بالكويت في اماكن ثانيه قاعد تطلع اشياء جديده بس مو الكل يعرف عنها فبحاول اسوي هالاشياء على العموم انا بسوي هالشيء الحين ونشوف باقي اليوم شنو بنسوي وين اصفط اصفط اي مكان امشي وراضي كل شغله تحس المكان مهجور رايحين مطعم الحين دورنا المطاعم بالريفيوز بجوجل مابس هذا اللي يبي يعرف المطعم اللي احنا فيه اسمه The Hudson خوش مطعم شكله بنجرب لك الحين. Do the salmon, right? Yeah. So just
everything with it. Yeah, yeah, but a little side of fry with us. Thank you. Thank you. Let me enjoy. Thank you. Bon appetit. Bon appetit. سلام نعيش خضار. أنا عندي مشروم برجر بطاط كاتشب. Bon appetit على قولتهم. أنا خلصنا من المطعم شوية صار شيء عكر السالفة وخلصنا ورحنا بقالة وشرينا ماي واحنا بالبقالة قاعد يسولف ويانا اللي حاسب فقال انتم من وين قلنا له من الكويت كان يقول اوه طريقة طويل بعيدة هذا قلنا له اي يوم بالطيارة احتمال مع الترانزيت وكذي كان يقول اللي وصل لنا الدونتس بالليل كويتي لحظة الكويتي قاعد يوصل دونتس حق بقالة ليش وات يا هو دزها يا احنا دزيناها الكويتي وصل دونت حق بقالة بامريكا بسدونا ليش المهم المطعم رحنا طلبت انا مشروم برجر وانا قاعد اطلب قلت له في بورك هذا قال لي ما في بورك بورك اللي هو الخنزير قال لي بس في اربع انواع لحم فيها ما ادري شنو ما سمعته قلت له هذول كل انواع بقرة صح بيف قال لي ايه راح ياب لي صمونه اقرم قرمه ولا اشوف ولا في البيكن معروف شلون شكله بيكن هم من خنزير فقلت له حجي انت هذا شنو بيكن ولا ايش السالفه انا قلت يمكن هو مسوينه نفس شكل البيكن بس بيف لانه هو قال لي ايه والله في بيكن زين توني سالك انا فقال لي خلاص اخذها ويسوي لك واحده جديده راح وردها ولا اشوف نفس الصمونه قرمتي اللي قرمها موجوده والعواد الخشب اللي يحطونها فوق الصمونه بس شايلينه وحاطينه مكان ثاني الحين انت مو قلت لي بتجيب لي واحده جديده ورد مره ثانيه واخذها سوى لي واحده ثانيه بدون بيكن بدون خنزير ولا شيء والحبيب كان ماكل شبعان وانا توني ببلش السلام عليكم جميعا ردينا الشقة الحين حجزنا سبا حق باكر ما كان فيه اليوم راح اسوي مساج ولا مرة بحياتي مسوي مساج بس يحتاج ضروري المكان هذا يسمونه ريلاكسيشن روم خل اوريكم اياه حاطين سناكات مني الاضاءة كذي خفيفة مني قاعدة بعد مني كرسي المساج وين رحت؟ وينك؟ ها؟ لا شلون تتنفس مني؟ السلام عليكم جميعا عدنا اليكم من جديد خلص انا من حمام السباحه رديت اخذت لي شاور صاحبي محمد بالحمام تكرمون راح يطلع ونروح مطعم المنتجع ما في احد الا احنا هذه الشوربه قالوا شنو جزر كوكونات شنو الفور مضبط كذي شوية فيها طعم سبايسي المهم هذا الأكل أنا ستيك بطاط جزر
صلصتهم، هذا سايد بطاط، هذا ما ادري شلون مسوينه اسود بس عايش ترى، هذا الاسود هم من عايش وسلم الطالب، هذا هو ركل. So it's going to have a cookie crust on the bottom and then the different layers of blueberry and lime topped with blueberry whipped cream. Next is a chocolate brownie that has caramel and chocolate on the inside. It is sitting on a bed of caramel and pecans. Comes with a scoop of vanilla ice cream. Next is tres leche cake that is traditional vanilla cake. It's doused in sweetened condensed milk. And then it has fresh strawberry and mango. Comes with chantilly cream, which is whipped cream and cinnamon. The next is cookies and milk. Those are 5 pecan shortbread cookies. They have powdered sugar on top and come with horchata, which is sweetened rice milk. And then there is vanilla ice cream, chocolate gelato, strawberry sorbet, and lemon sorbet. Think about it. I will be back. أنا كنا قلنا أنا خليت تشرح كذا بعدك ما عسنت عيب أقطع أهم شيء تسوي روحك كبر عسنت عيب والله وش تيجي تقول يعني يمكن في شيء تيجي ما ندري أنا وتيجي ما هذا أوه عرفت هذا إيش يسمونه شوكولات براوني شوكولات براوني مع برد والكراميل بالعافية صغر فاش وجبة كانت؟ لا شنو كنت أقول لك؟ شنو راح يصير بحياتك لو ما طلعت بعده؟ فنفس ما قلت لك مستحيل تعرف هالشيء مستحيل هو ما تدري إنه راح يكون أحسن أو أسوأ أو شنو راح يصير بشخصيتك أو بتفكيرك أو بأي شيء ثاني في أشياء صارت دايركتلي من البعثة مستحيل جسديا أو أي شيء تصير بدون لا تجي البعثة نفس إن تعرفت عليك لو جاي مني وانت تغذي مو جاي وانت جاي راح يكون مكانين مختفين وفعلا مستحيل الشيء زين لكن في اشياء واحداث ومواقف صارت وانت بالبعثه ممكن تصير بدون بعثه انا مثلا بلشت يوتيوب مو شرط يكون مني عشان ابلش يوتيوب مو شرط تكون بالبعثه بس صارت خلال البعثه ما تدري اساسا اذا انت قاعد بالكويت حتى لو كان ممكن تسوي الاشياء انه راح تصير اساسا اني بلشت اليوتيوب وان هذا كله assumptions تسويها أنت إيه ممكن تصير على عقليتك اللي الحين أنت فيها اللي أنت أساساً يمكن ما تكون level من العقلية يب. ما طبعاً ما أقول لك إن level يعني تواصل ذكاء بس إنها تكون شيء كلياً شخصيتك غير تفكير غير نظامك نمطك غير راح يمشي على إن أساساً أصلاً راح يكون هذا لأن هذا أنت الحين assumption قاعد تسويه على الأحداث اللي صارت لك الحين وأنت لو ما كنت الحين هذه الاحداث كلها ما حتكون صايره. وصلنا باك تو ذا فيوتشر. تخيل الحين تشوف هالفيديو بعد 10 سنين. ما انا هذا يعني اشوف انا ليش قلت لك صور؟ انا قلت لك صور؟ ما عشان الفيديو راح احطه باليوتيوب. علشان تخش على التليفون لان قبل العلوي يسافر الكويت طلع هالدرايف عنده قبل. وكذا عنده اشياء من 6 سنين 7 سنين عرفت؟ فقلت طالع قول له هذين شنو؟ فانا اقول هذا الفيديو ليش؟ سوى وبيك يدزه حقي خلاص راح ينتظر لين فتره بعد تشوف اوف هذا حمود دارت عليه وين هذول الحين؟ خلصنا سوالف ما قبل النوم يلا مع السلامه اقول لك كثر نص ساعه يا ظالم